فلو سئلتم ما أشرف وأطهر بنيان مبني في الأرض؟ الكعبة. والكعبة لها ميزاب، وهذا الميزاب موضوع الآن كما تعلم ويرى، يصب في الموطن الموضع الذي يقال له الحجر، الذي يقال له الحجر، أي في الركن الشمالي من الكعبة بين الركن الشامي والركن العراقي. هذا الميزاب يصب فيها. أول من وضع الميزاب قريش لما أعادت بناء الكعبة. أول من وضع الميزاب قريش لما أعادت بناء الكعبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يومها في 35 من عمره صلوات الله وسلامه عليه، أي قبل أن ينبأ بخمس سنين. الآن أين السؤال العلمي؟ السؤال أين كان موضع الميزاب قبل أن تضعه قريش يصب في الحجر؟ لا تتعجل في الإجابة حتى لا تذهب بعيدا. لم يكن قبل بناء قريش للكعبة سقف، لم يكن قبل بناء قريش للكعبة سقف، أي أن خليل الله عليه السلام إبراهيم وهو الذي رفع القواعد من البيت لم يجعل للبيت سقفا، وإنما حتى البناء الذي بناه خليل الله إبراهيم جعل الحجارة منضودة، جعل الحجارة منضودة. ما الذي وصفه الله عز وجل من الثمار بأنه نضيد؟ أخوان، النخل. ما معنى نضيد؟ كلنا يرى الرطب في النخل، الرطب بعضه فوق بعض، لا يوجد شيء ما بين واحدة وأخرى، لا يوجد شيء يلزق بعضهما ببعض. فمثلا الآن البناء الذي يبنونه الناس الآن يجعلون ما بين الحجر والحجر واللبنة يجعلون ملاطا، الملاط ما يجعل الواحدة تلتصق بالأخرى، وهذا منتفي في الرطب، منتفي كذلك في الموز. الموز يأتي هكذا بعضه متلاصق في بعض من غير شيء، ولهذا الله عز وجل وصف الرطب ووصف الموز بوصف واحد، بوصف واحد. قال الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. طلح منضود، ما معنى منضود؟ يعني بعضه بجوار بعض، لا يوجد شيء يلصق بعضه ببعض. وقال جل وعلا عن الرطب نضيد، أي مثله مثل مثل الموز. خليل الله إبراهيم لما بنى الكعبة لم يجعل ما بين الحجر والحجر شيء يلتصق به، مع أن بناء الجنة يوجد. قال عليه الصلاة والسلام عن الجنة: لبنة من فضة، لبنة من ذهب، ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر. ما معنى ملاطها؟ ما يجعل اللبنة تلتصق به باللبنة، ما يكون بين اللبنة واللبنة، مما يستعمل الآن أشياء معينة، لكن هذا درس علمي لا يقال فيه ما يقوله العامة ولا الكلمات المبتذلة. المقصود، لكن الأمر واضح بالنسبة إليك لا يحتاج إلى تفصيل، المقصود خليل الله عز وجل لم يجعل للكعبة سقفا، بقي هذا على بقي الأمر على ذلك الحال حتى ورثت قريش البيت عن تاريخ عربي، عن جيب قريبا الاسم بس مو قضاعة، قضاعة غير، عن خزاعة. أخذته عن ماذا؟ عن خزاعة في زمن من؟ في زمن قصي بن كلاب الجد الخامس لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء في زمن النبوة، في زمن حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبى كما بينا، أعادت قريش بناء البيت، فأعادوه وغيروا أمرين، الأمر الأول زيادة والأمر الثاني نقصان. الزائد في بنائهم أنهم زادوا السقف ولم يكن للكعبة سقف، والنقصان غير الحجر. الحجر أحسنتم، الحجر صحيح، لكني لم أقصد الحجر نية، يعني الباب كان لها بابان. وفي قريش أنفة، وإلا الله يقول: فكذب به قومك، نسأل الله العافية. كان فيهم أنفة، فهد الباب الذي أغلقته قريش
مقابل للباب الموجود الآن من الجهة الأخرى، مقابله تماما. فبنوا أحد البابين يعني أغلقوه وجعلوا لها بابا واحدا، وكان الباب ملتصقا بالأرض لكنهم رفعوه حتى يدخلوا من شاءوا، حتى يدخلوا من شاء. وقد قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. وأخبرها أن قومها جعلوا لها بابا واحدا حتى يدخلوا من، يعني كانوا يضيق عليهم حراسة بابين فجعلوها بابا واحدا. والله يقول في القرآن لإيلاف قريش، المقصود من هذا ليس ذم قريش وقد مدحهم الله منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود كيف كانت في قريش من الأنفة. جعلوا لها سقف، جعلوا الميزاب على الحجر، ثم ما زال الميزاب كما ترى يعدل في عهد الدول، عهد الخلفاء من زمن إلى زمن حتى وصل إلى يومنا، إلى يومنا هذا، وهو يصب في الحجر الذي يقول عنه العامة إنه حجر إسماعيل، لكن الأفضل أن يقال إنه الحجر. فهذا ما يتعلق بالسيف.